النجاحات مستمره، والحديث عن النجاحات الحقيقه حديث يفرح القلب، والناجح يرفع ايده، ونتائج الدبلومات ابتدت في الظهور، واسراء هي الاولى على الجمهوريه في الدبلومات الفنيه. اسراء محمد علي حصلت على المركز الاول على مستوى الجمهوريه في دبلوم المدارس الثانويه الفنيه الصناعيه نظام الثلاث سنوات، جابت 694 درجه، يعني نسبتها 99.14%. التخصص بتاعها كان تركيبات ومعدات كهربائيه، ومدرستها هي مدرسه ابو حمص الثانويه الصناعيه بنات. ويعني اسراء مساء الخير والف الف مبروك، وايه النتيجه العظيمه دي، ويعني ما شاء الله النجاح. سعيده ان انت موجوده معانا اسراء محمد، مساء الخير عليك. اهلا بك استاذه عزيز. اهلا بيكي ومبروك، واكيد البيت كله فرحه يعني، والاجواء كلها سعاده بنجاحك وحصولك على المركز الاول، والتخصص كمان صعب ما شاء الله. احكي لي كده، بتذاكري ازاي عشان تجيبي المجموع العظيم ده؟ الحمد لله، والله كله طبعا بفضل ربنا، واحنا لازم اول حاجه بنبقى محددين احنا عايزين ايه في البدايه. اما بالنسبه بقى للمجموع، فطبعا انا كنت بزعل كده، وكان برضو جوايا برضو حاجه بتقول ان انا مش هجيب، يعني من الخوف برضو. بس الحمد لله طبعا كنت ده خوف ايجابي، ده خوف بيخليكي يعني تذاكري وتذاكري وتذاكري. طبعا، والحمد لله طبعا ما كنتش بضيع وقت خالص، معظم الوقت بتاعي كان مذاكره الحمد لله بفضل ربنا، ما كنتش بمل، كنت دايما بسعى، لان التخصص بتاعنا برضو هو يعتبر فدايما كان كل ضغط عليه. انا عايز اعرف التخصص ده فيه بنات كتير، ولا التخصص ده يعني تركيبات ومعدات كهربائيه، الموضوع ايه؟ هو في من السنوات الاخيره يعني بدات البنات تدخله ويجيبوا فيه يعني ما شاء الله برضو مجاميع كويسه وترتيب. لا، ما هم البنات شطار اصلا، فلو دخلوا اي قسم المنافسه هتكون قويه. طبعا الحمد لله، عشان برضو بيبقى برضو تركيز من الشخص ذاته يعني. فبفضل الله ذاكرت طبعا وطلعت النتيجه، كنت بس انا لما كنت مين اللي بلغك بالنتيجه صحيح؟ بابا ربنا يخلي لك. اللهم امين يا رب، خصوصا كمان اللي كان بيديني دافع الحمد لله طبعا كانت اختي برضو، يعني انا واختي اثنين اوائل الجمهوريه في البيت ما شاء الله ما شاء الله، يعني اثنين على التوالي، دعاء محمد اسماعيل اختي برضو، وكانت جايبه ترتيب جمهوريه الاولى على الجمهوريه استاذ محمد. فبابا بقى البلد عندنا كلها ما شاء الله يعني بالطبل وحاجات كده والمزمار، وبداوا يحتفلوا بينا ازاي اتنين جمهوريه من بيت واحد، اتنين اول جمهوريه ازاي، ويسالوا على التفاصيل. بس هو طبعا توفيق من ربنا، واحنا بنسعى يعني، احنا بنسعى ما شاء الله عليك، وتسلم الايد اللي ربت يعني الطلبه المتفوقين المنورين دول، بلغيها تحياتي وتحياتي لوالدك ووالدتك. وعايز اعرف احلامك ايه في اللي جاي، ونفسك في ايه؟ انا والله ان شاء الله ناويه اكمل، هدخل طبعا ان شاء الله كليه هندسه، وبس في برضو بعض المشاكل اللي عتابين ان شاء الله، يعني مش عارفه بصراحه هي مش هتبقى مشاكل، بس دي عقوبات بالنسبه لي، ان انا ان شاء الله كنت هعمل حاجه طبعا مع الكليه معهد كده بجوارها، بس الظروف يعني مش هتسمح، لان احنا خمس افراد يعني احنا خمس قوات، فالموضوع صعب شويه عليا. وطبعا طلبت ان انا يجي لي منحه او حاجه زي كده عشان اقدر اكمل تعليمي، بس الوضع كان صعب شويه وما كانش حد مستجيب يعني بالحد اللي هو. ان شاء الله يكون في استجابه، لان الطلبه المتفوقين اللي زيك اسراء محمد وانت طالعه الاولى على الجمهوريه في الدبلومات الفنيه تستحقي اكيد هذه المنحه، وتستحقي ان انت تاخدي فرصه علشان تنجحي اكتر وتتميزي اكتر. واحنا من هنا من التسعه يعني بنحاول ان احنا نوصل صوتك لكل المسؤولين في الدوله المصريه علشان يقدروا انهم يوفروا لك هذه المنحه الدراسيه اللي تستحقيها بكل تاكيد، وبنبارك لك، وان شاء الله بنتمنى لك مزيد من النجاح والتفوق، وتقدري تدخلي هندسه وتحققي حلمك، ونشوفك باذن الله في اعلى المراتب. الف الف مبروك اسراء محمد، مبسوطه ان انت كنت موجوده معانا النهارده على الهوا، ان شاء الله في انتظار ان انت يجيلك هذه المنحه اللي بتتمنيها وبتحلمي بيها وتستحقيها بكل تاكيد.